القلق البيئي يضر بالصحة العقلية للشباب. كيف يؤثر نظامك الغذائي على كوكب الأرض؟ هل يتجه المغرب نحو فرض ضريبة على مؤثري مواقع التواصل؟ برنامج اليوم مع رغد إبراهيم وباسل صبري. مشاهدينا اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اليوم. صباح الخير عليكم اكيد، وصباح الخير عليك يا صباح النور عليك يا رب. يحتفل العالم في كل عام بيوم الطفل العالمي، وتحديدا في 20 من نوفمبر، وهذا لتعزيز الترابط الدولي واذكاء الوعي بين اطفال العالم وتحسين رفاههم. نعم باسل، يوم الطفل هو مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة تحسين حياة الطفل من خلال مناقشة القضايا المتعلقة به والتي تهدد حصول الأطفال حول العالم على حياة كريمة. وترتفع هنا أصوات الأطفال والشباب المشغلين مشغولين بطائفة واسعة من قضايا، ابتداء من قضايا تغير المناخ والتعليم والصحة العقلية، وانتهاء بقضايا إنهاء العنصرية والتمييز، بدعوة الكبار إلى بناء مستقبل أفضل. نعم، شعار اليوم العالمي للطفل لعام 2022 تحديدا هو لكل طفل كل الحق، حيث يوفر هذا الشعار للأطفال التمتع بالحقوق بشكل كامل. ولكن للأسف يا رغدة الحال ليس كذلك في العديد من الدول، ومنها لبنان، حيث تعتبر منظمات حقوقية محلية ودولية وأبرزها اليونيسف أن واقع حقوق الأطفال لم يتحسن في لبنان هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي. وقد تنوعت الانتهاكات من العنف إلى حرمان بعض الأطفال من التعليم والرعاية الصحية السليمة والأمان وغيرها من الحقوق الأساسية. يومياً يستيقظ أحمد البالغ من العمر 15 سنة باكراً، يرتدي ثيابه ويستعد للانطلاق، لكن ليس إلى المدرسة ليتعلم، بل إلى ميدان العمل ليجني بعض المال فيساعد عائلته الفقيرة. لمدة 10 ساعات يومياً يبيع أحمد الكعك في مدينة طرابلس شمال لبنان، مجرداً من أبسط حقوق الطفل لجهة التعليم والرعاية والأمان. بلا مدرسة لي 9 سنين وعم اشتغل بس كعك لما ساعد أهلي، لأنه ما معنا ساعدوني وعم ساعدوا المصروف. حابب أنه يكون بالمدرسة وإلعب متكل هالولاد وتوصلني حقوقي ويكون معي مصروف أنه جيب التياب. وبعد يوم من التعب يعود أحمد إلى منزل العائلة التي تؤكد أن أوضاعها المعيشية الصعبة أجبرتها على حرمان أطفالها من أبسط الحقوق. ربي ما عم يكفيني، يعني كنت يوميتي 130 ألف، ما بتعمل لي شيء، بدي أبعت وليدي على المدارس ما بيكفيني، إنه عم بتصرت أضطر شغل وليدي، لا أقدر إنه عيش، بس لا أقدر أدفع أجر بيتي، لا أقدر إنه أكل وعيش، ماني أقدر إنه ما بقى فيني لحق. بحسب اليونيسف تجاوز عدد الأطفال الذين باتوا خارج مقاعد الدراسة في لبنان 700 ألف طفل، الأمر الذي ينذر بفقدان هؤلاء لمستقبلهم الدراسي. وفي محاولة للمساعدة تقدم اليونيسف المزيد من المساعدات النقدية لأكثر من 100 ألف طفل بهدف مساعدة العائلات لضمان رفاه أطفالهم. وتضمنت برامج الدعم تقديم إمدادات صحية وغذائية لمئات العائلات ودعم الوصول إلى المياه النظيفة. الهدف بتاع اليونيسف وبتاع الأمم المتحدة ككل هي تغيير المقاربة من برامج مؤقتة لبرمجة مندمجة فيها كل الخدمات، خدمات الولوج إلى التربية الآمنة، ولوج إلى الصحة، الصحة العقلية والصحة البدنية والصحة الإنجابية، نفس الوقت إلى القضاء وإلى العادلة، وفي نفس الوقت أيضا إلى الحماية الاجتماعية. وقد خفضت 60% من العائلات الإنفاق على العلاج الصحي، ما يعني أن الأطفال لا يتلقون التطعيمات الروتينية الضرورية. تطالب منظمات حقوقية محلية ودولية الجهات الرسمية في لبنان بتحسين واقع الأطفال عبر استراتيجيات جدية ومشاريع عملية، خصوصا مع تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية في ظل الفراغ السياسي الحالي. من بيروت، رودين أبي خليل، الحرة. وفي ليبيا لا يختلف حال الأطفال كثيرا عن حال الأطفال في لبنان، حيث أعلنت منظمات حقوقية ليبية تسجيل زيادة في عدد الأطفال المنضمين لسوق العمل بما يخالف المواثيق الدولية لحماية حقوق الطفل.
من جهة أخرى، أكدت جهات حكومية عزمها على مواجهة ظاهرة عمل الأطفال رغم اعترافها بوجود تراجع في الحقوق التي يحظى بها الأطفال في ليبيا وسط قصور في التشريعات. محمد وغيره من الأطفال الذين أجبروا على العمل لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تمر بها ليبيا وأثرت على الكثير من العائلات، يحاول جاهدا مواجهة الضغوط المعيشية بالإضافة إلى تمسكه بمواصلة دراسته المتوسطة. والله قلت لك نكون روحي ونخدم، وعندي هلبة ضغوطات في القراية، نقرأ في خاص وواحد هذا هو قضي مصروف لنطلع من هنا نخلص به الواحد القرايتي وننظم بها أموري، وباقي قضي نشري به في ملابس وقضي باش ما نحتاج حد أنا في الأخير. هذا وتؤكد جهات الحكومية أن الأطفال لم يتحصلوا على حقوقهم كاملة بسبب ما وصفوه بالنقص في التشريعات التي تحمي حقوق الأطفال وتعاقب كل من يعتدي عليها. الأطفال في ليبيا لم ينالوا حقوقهم بصراحة كاملة، أو حقوقهم يعني إلى حد مستوى ممكن أن نحن نعول عليه من خلال التشريعات. ما زالت هناك لدينا النقص الشديد في التشريعات، لأن نحن الحماية دائما تكون من خلال التشريعات. إذا لما تكون في انتهاكات لحقوق الطفل، في ناس تكون هي من انتهكت هذه الحقوق. حقوقيون أكدوا أن الأطفال في ليبيا من أكثر الفئات الهشة التي تأثرت بحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ عام 2011. الحروب التي بدأت من ثورة فبراير وحتى اليوم، الأطفال أكثر الفئات تعرضاً للانتهاكات وللمخاطر. لدينا حالات قتل للأطفال عديدة، إصابات، حالات بتر للأطفال نتيجة الإصابات، القذائف، الألغام. لدينا حالات فقد للأطفال نتيجة النزوح من المناطق المختلفة. نحن بصفة خاصة في الملف الحقوقي، الملف الأطفال لدينا سيء للغاية فيما يخص هذه الملفات، بل أن العديد من الأطفال أيضا اشتركوا في النزاع المسلح كمقاتلين بعض الفئات. من جهة أخرى، تحاول الجهات الحكومية القيام بحملات توعوية بشأن حقوق الأطفال وضرورة العمل على الحفاظ عليها. كان للصراع الدائري في ليبيا منذ أكثر من عقد أثر واضح في تراجع الاهتمام بحقوق الأطفال، بداية من حق الحياة إلى حق التعلم وحق الوصول إلى رعاية صحية فاعلة. رافت بالخير، الحرة، طرابلس. وفي جانب آخر، خلال فعاليات مؤتمر المناخ والذي اتخذ من مدينة شرم الشيخ المصرية مقرا له، كان لافت وجود منصات استخدمت لأول مرة، ومن بينها منصة للشباب والأطفال تركز على إعلاء صوتهم وإشراكهم في قضايا البيئة. نعم، هذه المنصة أكدت على ضرورة إدماج توعية والتثقيف البيئي حول قضايا التغير المناخي في المناهج الدراسية وتعليم الأطفال لهذه الأساسيات منذ الصغر لإنشاء جيل كامل صديق للبيئة. نتوقف مع هذا المقطع نتعرف فيه على أخطار البيئة غير الصحية على الأطفال وفقا للأمم المتحدة. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ونستضيف معنا مسؤول الحملات في جرين بيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد الزروني. سيد محمد، صباح الخير. لا شك أن تغير المناخ هو الشغل الشاغر اليوم في العالم، هل يعتبر من الأسباب الرئيسية اللي تزرع القلق البيئي ما بين الشباب والأطفال؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. فكما ذكرتم في التقرير، أن القلق المتزايد فيما يخص حالة الطوارئ المناخية التي يمر بها المجتمع يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات نفسية، وخصوصا اضطرابات نفسية خصوصا الفئات الهشة كالأطفال والشباب والشيوخ والفئات المعوزة، حيث يعتبر هذا القلق البيئي بأنه الخوف المزمن من الكارثة البيئية التي تأتي من ملاحظة التأثير
تأثير الذي لا رجعة فيه لتغير المناخ والقلق المرتبط بالفرد ومستقبله وكذلك مستقبل الأجيال المقبلة. طيب أزمة المناخ تعتبر أزمة حقوق طفل كذلك. طيب واقعيا يعني كيف تؤثر يعني كل هذه العوامل التي ذكرتها بين الصحة العقلية والجسدية، كيف تؤثر على مستقبل الأجيال الناشئة؟ أكيد، فبالمقارنة مع البالغين فيحتاج الأطفال رعاية أكثر والمزيد من الطعام والماء لكل وحدة من وزن جسمهم، فيكونون أكثر عرضة للمواد الكيميائية السامة، الهواء الذي يستنشقونه وتغيرات درجات الحرارة وكذلك الأمراض التي تترتب من أزمة المناخ وجودة الهواء والماء، حيث يكونون أقل قدرة على النجاة خصوصا من الأحداث المناخية المتطرفة التي تترتب من تغيرات المناخ خصوصا الأحداث المناخية القاسية كالفيضانات وكذلك النقص في المياه والشح المائي وكذلك الأحداث المتطرفة التي تجعل خصوصا الفئات الهشة تهاجر من البادية إلى المدن مثلا، فيؤثر ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض جودة الهواء على الأطفال من خلال زيادة نوبات الربو والحساسية مثلا وتفاقم نتائج الحمل بالنسبة للمرأة الحامل وكذلك انعدام الأمن الغذائي للفئات خصوصا الفلاحين الصغار وزيادة مشاكل في الصحة العقلية وتأخر النمو وتغيرات في تركيبتهم الجينية بالنسبة للأطفال. هناك مخاطر أكيد كثيرة جدا وربما بالنسبة لفئات أكثر من فئات أخرى، لذلك أريد أن أسألك أيضا سيد محمد، ما هي أهمية إنشاء جيل جديد ملتزم بقضايا المناخ لتحسين جودة الحياة ومستقبل الأجيال القادمة؟ أكيد، من خلال التثقيف والتوعية البيئية ليس فقط كعناوين نروجها إعلاميا ولكن كاستراتيجية جادة في المناهج الدراسية كمواد مثلا مادة المناخ أو مادة التربية البيئية بالنسبة للأجيال القادمة، وخصوصا ليس فقط في المدرسة ولكن كذلك في الشارع وكذلك مع العائلة، فيجب أن يكون تثقيف مجتمعي بالنسبة للطفل وللأجيال القادمة لأن التخوف يزداد مع كل جيل. فمثلا لو أخذنا مثال العائلة القروية مثلا عندما يكون شح مائي ويكونون فئات هشة تهاجر من القرية بحثا على الرفاهية في المدن، فالفلاح الصغير ليس له وعي بالمجتمع الجديد الذي سيعيش فيه، وبالتالي فيكون انسجامه وكذلك اندماجه في المجتمع صعب، وبالتالي أطفاله وأولاده سيرثون هذا القلق وسيكون عرضة ويكون فئات هشة تنتج عن هذا عدم الاندماج في المجتمع. هل هناك طريقة معينة يجب الحديث فيها أو بها عن التغيرات المناخية وما يحدث من تغيرات بشكل عام والمتوقع منها على المستوى التراكمي إن استمرت لسنين طويلة؟ هل هناك طريقة معينة لفتح وإدارة هذا الحوار خصوصا مع الفئات التي ذكرتها التي يعني يضعف لديها الوعي بهذا الموضوع في الأساس؟ ودائما الطريقة تبدأ من أصحاب القرار، الطريقة دائما تكون قرار جاد وهو الاعتراف بأن هناك حالة طوارئ مناخية في مجتمعاتنا العربية والمغاربية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجب الاعتراف بأن هناك حالة طوارئ ويجب إعلان حالة طوارئ مناخية في المجتمعات، ليس من أجل قلق الأجيال أو ولكن من أجل أن نضع النقط على الحروف ومن أجل الاعتراف بأن هناك مشكل يجب
يجب التصدي له، وبالتالي وجب وضع استراتيجيات ملتزمة، استراتيجيات تهم قطاع التربية، الصحة، تهم قطاعات أخرى، حتى العمل المجتمعي والعمل الشبابي في المجتمعات العربية. فدائما يكون القرار السياسي هو القرار الحاسم في جدية هذه الدول في إدماج تربية مناخية وتثقيف مناخي في مجتمعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نعم، شكرا جزيلا لك مسؤول الحملات في غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد تزروني، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى موضوع آخر وهو عن هن سينما، هذا المشروع النسوي العراقي والذي يهدف إلى إدخال النساء العراقيات عالم صناعة الأفلام رغم طابع المحافظة العشائري، وذلك لتكوين ثقافة سينمائية لديهن تحديدا في محافظة المثنى حيث لا توجد ثقافة فنية بشكل عام. البرنامج الذي يعد خطوة جريئة في مجتمع محافظ لاقى إقبالا من نساء وفتيات لديهن شغف وحب تعلم التصوير وإنتاج الأفلام، وخاصة تلك التي تسلط الضوء على الظلم الذي تتعرض له المرأة. تفاصيل القصة نتابعها معا من منصة ارفع صوتك. الهدف من هذه الورش انه يعني تكون هناك ثقافه سينمائيه لدى العنصر النسوي في محافظتنا، على اعتبار انه لا توجد ثقافه تتعلق بالفن بشكل عام وبالسينما بشكل خاص. فن السينما فن جدا جميل، يحتاج انه نهتم به ونعطيه من يعني نعطيه فرصه، على اعتبار انه احنا كمؤسسه نهتم بالجانب الثقافي والفني ونهتم بتمكين العنصر النسوي. لما جتنا الفكرة أنه ننفذ ورشة أو برنامج بعنوان هن سينما، لجرأة هذا البرنامج ولكون محافظتنا هي محافظة عشائرية، لكن تفاجأنا بأنه كثير من نسائنا وبناتنا حابين يدخلون هذا الفن. نسعى جاهدين أو أنه نخلق يعني نساء قادرات على إيصال صوت المرأة من خلال إنتاج أفلام تعبر عن مظلومية المرأة والوجه الآخر أيضا للمرأة اللي هو الإيجابي، اللي هي أنه هناك كثير من النساء ممكن يكونوا ناجحات لكن الضوء غير مسلط عليهم. معروفة بالتزامها الاجتماعي والعشائري، لكن سعداء اليوم بوجود هذا العدد من البنات أو المشتركات اللي يحبن السينما ويحبن يتعلمن السينما. هي كتابة السيناريو وطريقة تنفيذ السيناريو، كيف تجد فكرة، هناك دروس عملية تقام للبنات في صناعة السينما من أجل خلق سينما نسوية في محافظة المثنى. صراحة أنا جتني فكرة أنه أخوض بهذا المجال وعالم الأفلام والسينما، لأنه صراحة مجال قريب يعني على تخصصي، أنه أنا كفنانة تشكيلية أيضا وهو مجالي مجال الفنون وعالم الثقافة. طبعا أنا كنت أوظف اللوحات يعني من أرسمها وأجسدها طبعا على الفريمات أو على الورق، أحس أنه بيها بعض الصمت يكون يعني أنه أحاول أوصل فكرة معينة من خلال اللوحة أو الموضوع اللي بالي يمكن توصل لبعض الناس، لكن تعرف كمجتمعنا واقعنا مو كل الناس تفهم اللوحة التشكيلية أو الفن هذا، يمكن من خلال الفيلم القصير أو من خلال السينما يعني وهذا العالم التلفزيون توصل الفكرة والمحتوى اللي تريد تطرحه أنت أكثر. أشارك بهذه الورشة على مود أبين المجتمع السماوي أنه إحنا في حالة تطور، وأحب أشجع النساء على الدخول بهذا المجال إن شاء الله، لأنه أنا من خلال كتابة السيناريو عندي فكرة أريد أوصلها للمجتمع، على مود أناقش في مشكلة معينة، أحاول أوصل في صوت معين في الناس ما تقدر توصل صوتها من خلال كتابة السيناريو وإنتاج الأفلام القصيرة. We'll be right back.
تستمر اليوم المبادرات فردية كانت أم جماعية خاصة أو حكومية في محاولة توحيد الجهود والتعاون للوصول لمستقبل أفضل وللحفاظ على صحة كوكبنا. وبما أن كل شيء مرتبط ببعضه بإمكان كل فرد منا أن يكون شريكا في التغيير. طبعا باسل، وبمناسبة الحديث هذا خلينا نحكوا على واحدة من أسهل وأبرز التغييرات اللي يمكن لكل شخص منا أنه يتبعها ويصبح صديقا للبيئة. ببساطة يعني حاول التفكير أكثر بخياراتك الغذائية، بنمط أكلك وبوجباتك. هذه الجملة ربما قد تكون غير واضحة وربما غير منطقية للبعض، لذا يعني دعوني أخبركم بأن الأغذية التي نستهلكها يوميا تساهم بنحو 25% من نسب الانبعاثات، وهذا وفقا للأمم المتحدة، بمعنى أننا نؤثر على المناخ والاحتباس الحراري ربما بدون أن نشعر. نعم، وهذا ما يعني بأن بعض الأنظمة الصحية قد تضر بالبيئة وفقا لدراسة علمية أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا ونشرت في مجلة Nature Sustainability، موضحة بأن بعض المحاصيل تستهلك الكثير من المياه وأخرى تحتاج لآليات ضخمة تشتغل بحرق الوقود لحصادها، كما أن تربية المواشي والأبقار يزيد من نسب الانبعاثات الضارة. إذن الكلام واضح، يجب أن تحقق خياراتنا الصحية التوازن بين صحتنا وصحة كوكبنا في نفس الوقت، ولكن كيف؟ ربما يوضح لنا التقرير التالي هذه الفكرة، دعونا نتابع. بشكل دوري نتردد على المحال التجارية أو المطاعم لشراء الوجبات والمستلزمات الغذائية، وعادة ما تعتمد تفضيلاتنا اليومية على قرارات فورية وعشوائية تبعا للطبق الذي نرغب بتذوقه أو الطعم الذي خطر ببالنا اليوم، دون أن نعي أن لهذه الخيارات تأثيرا ليس فقط على صحتنا الشخصية وإنما على البيئة من حولنا أيضا. كيف يكون ذلك؟ ببساطة، كشفت دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا ونشرت في مجلة Sustainability Nature أن استهلاك بعض أصناف وأنواع الغذاء يمكن أن يضر بصحة الكوكب من ناحية استهلاك كميات كبيرة من المياه كمحاصيل اللوز أو الحاجة لآليات متخصصة في الزراعة والحصاد، وحرق الوقود والانبعاثات الناتجة عن عمليات شحن المحاصيل التي لا تنمو إلا في دول معينة، كما أن تربية المواشي والأبقار له تبعات بيئية ويساهم في زيادة الانبعاثات. هذه الحقائق قد تدعونا إلى إعادة التفكير مرتين بنظامنا الغذائي وتكلفته الحقيقية على مواردنا الطبيعية. قد نقلل من كمية الاستهلاك أو نبدل الأنواع المضرة بأخرى أقل تلويثاً وإضراراً بالماء والهواء، خاصة وأن الأغذية التي نتناولها مسؤولة عما نسبته 25% من الغازات الدفيئة التي تفاقم أزمة الاحتباس الحراري. وفيما يحتدم الجدل بين أنصار الأنظمة الغذائية النباتية والحيوانية وكل طرف يروج لنفسه على أنه الأكثر صداقة مع البيئة، يبقى التوازن هو الحل الأمثل لضمان صحتنا وسلامة الكوكب. الحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا الآن في الاستوديو اختصاصية التغذية منال أحمد، أهلا بك وصباح الخير عليك. أهلا فيكم، صباح الخير. صباح. يعني في البداية كده لو أمكن أن أشرح للمواطن البسيط بمصطلحات بسيطة، كيف يمكن للطعام اللي بنتناوله أنه يضر بصحة الكوكب، وهل نحن بالفعل بحاجة بهذا الكم لرفع الوعي بهذا الملف؟ صحيح، هي إذا بدك مثل سايكل، يعني حرارة الكوكب عم تأثر على الأمن الغذائي، ولكن كمان الإنتاج الغذائي واستهلاكه عم بيأثر على المناخ وحرارة الاحترار. إذا بدنا نقول كلنا عم نشوف هلا الحرائق اللي عم بتصير، الفيضانات اللي عم بتصير بالدول، كرمال هلا رفع الوعي صار أكتر، يعني صارت عم تمس فيه ومش عم تمس بفرد، وهو ناتج عن إذا بدك حرق الغابات لحتى يصير عنا أكتر أماكن للمواشي والرعي، فعم ينتج عنا ثاني أكسيد الكربون. زائد هل المواشي والحيوانات اللي بدنا ننميها لما تهضم الأكل بتطلع كمان غاز الميثان، وفي عنا أكيد العلف والفضلات الأكل كمان بيطلع منها غازات كتير بتضر وبتزيد حرارة الكوكب. فإذا هون نعم صارت التغذية وإنتاج الغذائي وطرق نقلها وتعليبها وصناعتها عم تولد غازات عالية، مثل ما ذكرت عم تراوحها من 19-29% من نسب الغازات اللي بتضر بالكوكب وبحرارة الكوكب. نعم، طيب لما نحكي بهذه الطريقة إنه في أكل يضر بكوكبنا، يضر بالبيئة بشكل عام، كيف ممكن إذن نختار نظامنا الغذائي بحيث أنه يعني لا يضر
صحتنا ولكن ايضا يدعم البيئه 100%. فكنا دائما نحن بنتوجه للشخص انه انتبه على صحتك من السمنه من امراض السرطان وغيرها. هلا بدنا ننتبه على البيئه لانه عن جد عم تصير الوضع كثير خطر، وهنا عم بفكروا من هلا ل 10 سنين لقدام انه حراره الكوكب رح ترتفع درجه مئويه، وهذا شيء كثير خطر، رح تزيد الخطر على الامن الغذائي وشح المياه والجفاف وغيره. فهون اكيد صار لازم نفكر انه شو عم نختار، يعني صار التوجه اكثر ما بيتعارض كثير مع منظمه الصحه العالميه والاشياء اللي كنا دائما نقولها للعالم انه نكثر من المواد النباتيه. يعني الخضروات، الفواكه، البقوليات، المكسرات ما كتير بتستخدم مياه، ما كتير بتطلع غازات، زراعتها ما بتتطلب يعني هالاشياء اللي بتكون مع اللحوم خاصة الأبقار والأغنام اللي هي بتطلع كل البروسس كتير غازات بتضر بصحة البيئة والمناخ بشكل عام. فصار لازم نفكر انه ما نستهلك أول شيء كميات كبيرة منها، بنكون مع عم نخفف من نسبة السمنة من انبعاثات الغازات السامة، وبنفس الوقت عم نحافظ على البيئة بشكل عام. طيب يعني هل الانتباه هنا لأنواع وفئات الطعام المختلفة أم أيضا لطرق الطهي، طرق الاستخدام لهذه المواد؟ 100% هو النظام الغذائي اللي عم ناخده وطريقة إنتاجه 100%. فالأكلات اللي عم ناكلها مثلا مثل ما قلت تكون أكثر خضروات وفواكه وحبوب مثل الأرز وغيرها، والبقوليات الحمص والعدس بنرجع من زمان مثل أجدادنا، ونخفف اللحوم نروح أكثر للأسماك اللي هي تعتبر وسط، يعني حسب كمان كيف عم نهتم بالصيد يعني كيف عم ننتج هيدول الأشياء، لأنه في زراعة أسماك وغيرها، ونخفف كمان ونقول إنه نحن بس نختار الأشياء اللي رح نحتاجها. يعني هدر الطعام، بقايا الفضلات لما بتتخمر كمان بتطلع غازات، فأنا إذا عم بستخدم بس شو بحاجة لإله رح خفف كمان من هدر الطعام ومن انبعاثات الغازات السامة كمان. نعم. طيب إذا لما نفكروا الآن لما نمشوا نتسوق ونشروا منتجات غذائية، شو مفروض الأولويات اللي نحطها في بالنا؟ شو مفروض نختار؟ صحتنا والبيئة نيناتهم. فنختار الأشياء اللي ذكرتها اللي هي أكثر، نخفف أول شيء من اللحوم الحمراء لارتباطها بأمراض كثيرة خاصة اللحوم المصنعة. تشوفي بالويسترن دايت ببلشوا فطورهم باللحوم مقدده وغيرها، فلا نبدا بالشوفان مثلا، نبدا بالاشياء اللي هي اقل تاثير على البيئه وعلى صحتنا. اثنين، نختار الكميه اللي نحن بحاجه لها، يعني قبل ما نروح نشوف شو ناقصنا ونجيب على هذا الاساس، تما نكون عم نجيب كميات اكل وما نقدر نستخدمها. حتى ببيتنا نحن عم نستهلك الاطعمه first in first out، يعني كمان تما تخرب هالاكلات نحط الاشياء اللي بدنا نستخدمها اللي رح تخلص مدتها قبل، ونترك الاشياء اللي الاكسبايري ديت اطول لها، ونكون عم نركز على صحن نص خضروات وفواكه، فهي اكثر نركز عليها وقت نكون عم نشتري اغراضنا، ونخفف لحوم اكثر اسماك ولكن بنسب اقل لانه كمان تبينت تصدر غازات. طيب الكميه اللي بتنصحي بها، بما ان احنا اكتشفنا انه اللحوم والمنتجات الحيوانيه بشكل عام هي يعني غير محبذه، خليني اقول لك بالنسبه للكوكب وبالنسبه لنا، الكميه يوميا او اسبوعيا من هذه المواد قد ايه تقريبا؟ هلا حسب الاسره والفرد، يعني كل واحد هلا عم يحسبوا هن مثلا انبعاثات الغازات لكل 100 وحده حراريه او 100 جرام من اكل معين لنقول القلبين قديش بتصدر غازات، ورح يصير بعدين على توعيه بنقرا على الدخان يسبب السرطان او غيره، هلا حيصير اذا هو صديق للبيئه ولا لا، لنعرف انه نركز على هذا المنتج او لا. فهون الكميه بتختلف على كل فرد، اكيد بنصح نبلش نخفف الكميات لانه في ازدياد عدد سكان هائل، وصلنا ل 8 مليار، ويمكن الأشخاص الميسورين عم بركزوا كتير على اللحوم، فكمان هون عم نضر بالبيئة أكثر. فكل واحد يشوف أنه حسب حاجاتهم ما نكتر بالكميات، ويختار على قد حاجاته، ويختار الأشياء اللي هي نباتية أكثر من المواد الحيوانية. شكرا جزيلا. بدي بس ركز على شغله اللي هو النظام الغذائي الاهم والاسلم اللي حتى باليوروب بامريكا عم ينصحوا فيه، هو الميديترينيان دايت او حميه البحر الابيض المتوسط، اللي هو بحافظ على صحتنا وبحافظ على البيئه وبحد من تناول اللحوم كمان، يظل هو ملك الانظمه الغذائيه. شكرك على وجودك معنا، اختصاصيه التغذيه منال احمد. شكرا لك. يا هلا. شكرا.
بعد قليل مشاهدينا، هل يتجه المغرب نحو فرض ضريبة على مؤثري مواقع التواصل؟ سنكتشف بعد لحظات، ابقوا معنا. مشاهدينا اهلا بكم من جديد. الجدل يعود الى الشارع المغربي مجددا من بوابه صناع المحتوى ومؤثري السوشيال ميديا والارباح اللي يجنيها المؤثرون دون حسيب او رقيب. واليوم تعمل الحكومه المغربيه على اعداد تصور شامل يستهدف المؤثرين وصناع المحتوى وكل شخص ذاتي يجني ربحا من استعمال الانترنت من اجل اداء الضريبه على مداخيله وارباحه. لكن الملفت بس في الموضوع بان بعض اعضاء النواب طالبوا بفرض ضريبه من المنبع اي من عمالة الإنترنت العالمية لمعرفة حجم الأرباح وبالتالي اقتطاع الضريبة من هذه الأرباح. نتابع المزيد مشاهدينا في سياق التقرير التالي. نتابع. صناع المحتوى في المغرب داخل قفص الاتهام مجددا، مبالغ ضخمة تجنيها هذه الفئة من عمالقة الإنترنت دون حسيب أو رقيب، هكذا تقول الكتل المعارضة في البرلمان المغربي مطالبة بضرورة مساهمة هذه الفئة في التكاليف العامة في المجتمع. وفي هذا الشأن يجري بعض اللجان الحكومية مفاوضات مع شركات الإنترنت العالمية بهدف التوصل إلى اتفاق تلتزم بموجبه أداء الضرائب على أنشطة زبائنها بالمغرب أو اقتطاع جزء من أرباح الناشطين المغاربة. هذه التحولات أثارت جدلاً في أوساط صناع المحتوى، لا سيما وأن عمالقة الإنترنت كما يوتيوب مثلاً تقطع مسبقاً حوالي 55% من الأرباح، ما يعني أن هامش الربح سينخفض كثيراً. في المقابل تقول أرقام مديرية الضرائب بأن 80% من صناع المحتوى والمؤثرين في المغرب لا يصرحون بمداخيلهم، ويبلغ عددهم نحو 5000 صانع محتوى ومؤثر. العديد من الدول فرض ضريبة صناعة المحتوى كما يقول خبراء الاقتصاد، لكن هناك شروطاً يجب أخذها بعين الاعتبار، مثل تكاليف الإنتاج ومجهودات هذه الفئة في صناعة المادة. فهل سيبصر قانون ضريبة المحتوى النور خلال الفترة القادمة، أم أنه سيبقى حبيس الأدراج في ظل الجدل الذي يثيره في الشارع المغربي؟ مزيد حول الموضوع ينضم إلينا الآن المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مصطفى الفكاك، المعروف بمصطفى سوينجا. أهلا بيك وصباح الخير عليك مصطفى. يعني لو أمكن في البداية أن تحدثنا عن موقفك من هذه الضريبة الجديدة التي قد تفرضها في النهاية الحكومة المغربية على صناع المحتوى. السلام عليكم. شكرا لاستضافتي. هو في الحقيقة أنا كمتابع الشأن ديال الضرائب في المغرب، أنا لازلت الأمور غير واضحة في المغرب. ما نوع الضريبة التي تريد الدولة أن تفرضها؟ هل هي ضريبة على الدخل؟ إذا كان ضريبة على الدخل فأنا أعتقد فهو شيء مشروع، لأنه الضريبة هي واجب على كل مواطن، وهي أداة للمساهمة في المواطنة، هي أداة المواطنة. فإذا كانت ضريبة على الدخل فأنا أعتقد ليس هناك أي مشكل. الإشكال الموجود هو نوع الضريبة، ما نوع الضريبة؟ هل هي ضريبة على الدخل أم هي ضريبة إضافية على الأرباح؟ وهنا هنا يوجد عدم وضوح ضبابي في الكلام. فقط الموضوع هو عبارة عن تقرير كلام صحفي كان في جريدة تقول أنه كان خبر بيقول أنه كان في مجلس النواب في المجالس التي تكون قبل الجلسة العامة، كان حوار حول فرض ضريبة إضافية ما على صناع المحتوى. هذا الأمر أجده أنا غير واضح بتاتا، وأعتقد أنه شيء ما غير معقول، لأنه ما نوع الضريبة الذي تريد الدولة أن تفرضها إذا كانت زائد الضريبة على الدخل؟ إذا كانت ضريبة على الدخل فهو أمر معقول، إذا كانت ضريبة إضافية فلا أجد مبرر لذلك. طيب يعني مثل ما أشرت هناك أخبار، وهذه الأخبار انتشرت حول هذا الموضوع، كما انتشرت أن هناك مفاوضات الآن ما بين الحكومة المغربية وشركات الإنترنت. هل عندك معلومات عن هذه المفاوضات تحديدا بحكم أنها تخص صناع المحتوى وصناعة المحتوى في المغرب؟
هو هذا النوع ديال هذا النوع المفاوضات. هو قال عندنا خبر ينسب الى الوزير الماليه او الوزير المنتدب للماليه، يقول انه هناك مفاوضات مع شركات الانترنت. هناك خبر فقط، لان انا شخصيا لم ارى اي تصريح عباره عن فيديو او شيء من هذا القبيل. ولكن لو كانت هذه العمليه فانا اجدها معقوله. لماذا؟ لانه شركات الانترنت هي تكسب اموال طائله عن طريق صناعه المحتوى التي تتم في المغرب. لو كان كما قلت في التقرير هناك 5000 صانع محتوى، لو هذا صانع محتوى ينتجون عملا في المغرب، هذا العمل يعطي ايرادات على المداخيل. تلك المداخيل ياخذ صانع المحتوى نسبه، ثم تاخذ الشركه نسبه، واعتقد الشركه تاخذ نسبه كبيره. في الاخير هناك مجهود ما تم صناعته في المغرب، ولكن شركه اجنبيه اخذت الاموال. فانا اجد من غير المعقول ان تاخذ الشركه الاجنبيه الاموال دون ان تعطي ضرائب الى الدوله التي قامت بصناعه القيمه المضافه. فاذا كان انه سيتم فرض ضرائب على الشركات العملاقه فانا اجد ان ذلك معقول. اما اذا كان سيتم فرض ضرائب على صناع المحتوى فاعتقد هذا اذا كانت من غير ضريبه اضافيه على ضريبة الدخل فأعتقد أنه غير معقول وغير مبرر. ولم هذه النسب أجد من صعوبة تطبيقها. نعم. هذه النسب التي تقتطعها الشركات الكبرى، شركات الإنترنت، شركات المحتوى مثل يوتيوب، يقال أنها تصل إلى حوالي 55%. هل هذا الكلام صحيح؟ وهل تسري هذه النسب على جميع صناع المحتوى؟ أنا صراحة أنا شخصيا لا أعرف بالتدقيق كم هي النسبة التي تأخذ الشركات، ولكن لن يكون شيء مفاجئ إذا كانت نسبة كبيرة. هذا شيء أعتقد سيكون عادي جدا. ولكن في الأخير هي شركات تريد الربح، وفي الاخر نحن كصناع محتوى ذهبنا الى تلك المنصات، فهم يعطينا الشروط، هم الذين يحددون الشروط، فنحن ليس لدينا اي اختيار كبير في تحديد الشروط. ولكن في الاخير هم يحققون ارباح طائله سببها صناعه قيمه مضافه هنا في المغرب، وكل دوله تعطي قيمه مضافه. اعتقد هناك شروط، مثلا في الولايات المتحده الامريكيه الشركات تؤدي الاموال الى الحكومه الامريكيه، فاعتقد من العدل ان تلك الشركات ان تؤدي اموال لكل دوله تمت صناعه المحتوى فيها واعطت قيمه مضافه، ادت انه اعطت مداخيل عن طريق الاشهارات. وكذلك الشركات هي تجني اموال من شركات الاشهار بشكل مباشر. طيب سيد مصطفى، من خلال عملك كصانع محتوى الآن، ما هي أكثر المنصات تحقيقا للأرباح؟ الحقيقة في المغرب هو صناعة المحتوى في المغرب ليست كصناعة المحتوى في باقي الدول، لأنه احنا عندنا الإشهار، احنا إشهارات في المنصات ليست لا تعطي أموال كثيرة، فقط إذا كان صانع المحتوى يقوم بنشر فيديوهات بشكل متواصل لكي يحقق مجموع مشاهدات عملاقة، وبالتالي يكون مدخول جيد نسبيا. هذا النوع صناعة المحتوى هو شائع في المغرب، ولكن لا يعطي جودة عالية في صناعة المحتوى. فتجد الناس يعطون نحن محتوى غير معروفين كثيرا، هم يدخلون أموال لأنهم يصنعون فيديوهات بشكل كثير، ولكن هم كأشخاص غير معروفين كثير، لأنه المحتوى بتاعهم لا يكون ذو جودة عالية. وبالتالي هذا هي الخطأ، لما الإنسان يصنع محتوى فيديو تكتبه فيديو بدون أي جودة عالية يعطي أرباح، انه ما بيصرفش كثير. اما اذا كان الانسان صانع محتوى بيصنع فيديوهات قليلا لانه بحكم الضروره لكي يكون جوده عاليه، يجب لا يستطيع صناعه كثير من الفيديوهات، فتكون جوده عاليه، وبالتالي تلك الجوده العاليه تطلب اموال كثيره، وبالتالي مداخيل يكون اقل لانه فيديوهات اقل. وبالتالي في الاخير يعني عدد الفيديوهات يعني اهم من جودة هذه الفيديوهات على المنصات. عموما نشكرك جزيل الشكر المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مصطفى الفكاك المعروف بسوينغا، شكرا جزيلا لك. الحب يحيي القلب المكسور، هذه العبارة قد تبدو تقليدية جدا، رومانسية وحالمة وكل ما تريدون وصفها به، ولكن ماذا لو أخبرناكم بأنها أصبحت اليوم حقيقة علمية؟ صح تقليدية مثل ما ذكرت، ولكن من ناحية علمية باسل، في دراسة أمريكية صح جديدة من جامعة ميشيغان توصلت إلى أن الوقوع في الحب يمكن أن يشفي القلوب المكسورة أو broken heart. كيف هذا؟
هو عن طريق مادة الأوكسيتوسين أو ما يعرف بهرمون الحب. الدراسة نشرت في مجلة Frontiers in Cell and Developmental Biology وأشارت إلى أن السر يكمن في هرمون الأوكسيتوسين المعروف بهرمون الحب والذي تنتجه أجسام البشر عند العناق والوقوع في الحب. نعم، وعند حالات عاطفية كثيرة كذلك. هذا الهرمون لديه قدرة فريدة على إعادة نمو أجزاء الجسم مثل الدماغ، العظام، الجلد، وبالتالي قادر على علاج القلب المكسور. بس القلب المكسور بمعنى علمي أكثر. طبعا هو الحب قادر على كل شيء، يعني كما نعرف بيعمل معجزات، ولكن يعني هل ستوقفه في النهاية بعض خلايا القلب التالفة؟ لا أعتقد. على كل حال، في البداية يجب أن نتعرف على تفاصيل هذه الدراسة المثيرة للاهتمام ونعود للنقاش. هرمون الحب يصلح الخلايا التالفة بعد نوبة قلبية، هذا آخر ما توصلت إليه دراسة أمريكية حديثة من جامعة ميشيغان، معتبرة أن هرمون الحب ويدعى الأكسيتوسين الذي تنتجه أجسامنا عند العناق والوقوع في الحب يمكن أن يعالج القلب المكسور. الأكسيتوسين بحسب الباحثين لديه القدرة على إصلاح الخلايا في القلب المصاب. كيف؟ عندما يعاني شخص ما من نوبة قلبية تموت عضلات القلب التي تسمح له بالتقلص بكميات كبيرة، وهي خلايا متخصصة للغاية ولا يمكنها تجديد نفسها. فوجد الباحثون أن الأكسيتوسين يحفز الخلايا الجذعية في الطبقة الخارجية للقلب التي تهاجر إلى الطبقة الوسطى وتتحول إلى خلايا عضلة القلب. مع اختبار هذا العلاج حتى الآن في خلايا بشرية وسمك الزرد فقط، يؤمل أن يستخدم هرمون الحب لاحقاً لتطوير علاج تلف القلب. وفي غضون 3 أيام من إصابة القلب ارتفعت مستويات الأكسيتوسين بنسبة تصل إلى 20 مرة في الدماغ. إذن الخطوات التالية للباحثين ستكون النظر في تأثير الأكسيتوسين على البشر بعد إصابة القلب، ولكن ذلك لا يمنع من أن الفوائد التي تعود على المرضى قد تكون هائلة حتى لو كان تجديد القلب جزئياً فقط. والآن نتابع كيفية اتباع طرق طبيعية لموازنة الهرمونات في جسمنا بحسب هيلثلاين. أولاً، يجب تناول كمية كافية من البروتين في كل وجبة، لأن البروتين مهم للغاية. كونه ينتج هرمونات البابتايد الضرورية جداً لجسمنا كالنمو، استقلاب الطاقة، الشهية، التوتر والتكاثر. مارس التمارين الرياضية بانتظام، فالنشاط البدني يؤثر بشدة على الصحة الهرمونية، إضافة إلى تحسن تدفق الدم إلى عضلاتك، فإن التمارين الرياضية قادرة على تقليل مستويات الأنسولين. الحفاظ على وزن معتدل هو أمر مهم جدا، لأن السمنة ترتبط ارتباطا وثيقا بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون التناسلي لدى الرجال، وتساهم في نقص الإباضة عند النساء، وكلاهما من الأسباب الشائعة للعقم. أيضا اعتني بصحة أمعائك، لأن ميكروبيوم الأمعاء ينظم الهرمونات عن طريق تعديل مقاومة الأنسولين والشعور بالامتلاء. أيضا قلل من تناول السكر، لأنه قد يكون تقليل تناول السكر المضاف مفيدا في تحسين وظيفة الهرمون وتجنب السمنة ومرض السكري والأمراض الأخرى. جرب تقنيات تقليل التوتر، لأن التوتر يضر هرموناتك بعدة طرق، ويؤدي الإجهاد المزمن يؤدي إلى استمرار ارتفاع مستويات الكورتيزول أي هرمون التوتر، مما يحفز الشهية ويزيد من تناول الأطعمة السكرية والدهنية. وبالتأكيد النوم مهم جدا، فاحصل على نوم منتسق وعالي الجودة، لأن قلة النوم ترتبط بالاختلالات في العديد من الهرمونات بما في ذلك الأنسولين والكورتيزول والليبتين والجريلين وهرمون النمو البشري. في لقاء مسجل يا راضة تحدثنا مع الدكتور أيتور أجيريا، الأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة ولاية ميشيغان، عن الدراسة التي شارك فيها والتي تقول إن هرمون الأوكسيتوسين قادر على ترميم خلايا القلب التالفة. نتابع تفاصيل هذا اللقاء مع لين. ينضم إلينا من الولايات المتحدة دكتور أيتور أجيري، الأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة ولاية ميشيغان. مرحبا بك معنا دكتور. إذن كما ذكرنا، الحب يحيي القلب المكسور، هي عبارة رومانسية لكن تحولت بفضل دراستكم إلى حقيقة علمية. بالتحديد كيف توصلتم لهذه الخلاصة؟ نعرف منذ زمن بعيد بأن العقل يتحكم مركزيا بوظائف الجسم، فقررنا البحث عن هرمون ينتج في الدماغ كونه سيكون مثيرا للاهتمام، وتتبعنا هرمون الأوكسيتوسين المعروف بهرمون الحب، فوجدنا أنه من أقوى الخلايا التي يفرزها الدماغ في إطار المشاعر.
أيضا دكتور، يعني أعطينا فكرة أكبر عن هرمون الأوكسيتوسين، ما هي خصائصه بالتحديد؟ Oxytocin is a peptide that is produced by the brain. هرمون الأوكسيتوسين هو بيبتايد يفرز في الدماغ وفي كل أعضاء الجسم، وهو عملية فيزيولوجية ذهنية من الدماغ ينتج بحالات عدة، منها عندما تضع الحوامل مولودها، نعم، أو عندما نمارس هواياتنا المفضلة، أو حينما نتواجد مع أحبائنا أو نقع في الحب. يلعب هذا الهرمون أدوارا أخرى أيضا مثل تنشيط القلب. أيضا دكتور آيتر، نعلم بأنه بحثكم لا يزال في مراحل مبكرة، لكن لأي مدى تأمل في أن تتمكن هذه الخلايا الجذعية القلبية المهاجرة يوما ما من المساعدة في علاج المصابين مثلا بأضرار ناجمة عن النوبات القلبية؟ So that's a great question. So what we discovered was that yes, oxytocin is involving heart regeneration. صحيح، لقد اكتشفنا أن الأوكسيتوسين يجدد خلايا القلب. كيف؟ من خلال تفعيل مجموعة الخلايا الجذعية الموجودة في القلب. وجدنا أن هرمون الأوكسيتوسين هو أقوى هرمون ينتج في هذه الحالة. وتأكدنا أن ما اكتشفناه اليوم مهم جدا لدراسات وتجارب سريرية متقدمة لاحقة. نعم. طب لماذا اخترتم أن تكون الاختبارات على سمك الزرد؟ We decided to use the zebrafish because the zebrafish is an animal that is a very powerful. قررنا استخدام سمك الزرد لأنه حيوان أعضاؤه قوية وقوية جدا في تجديد خلايا قلبه عندما يكون مصابا، وهو أفضل حيوان يمكن التجربة عليه. لأن الأوكسيتوسين لو كان له دور مهم يكتشف في سمك الزرد. اكتشفنا أيضا أنه عندما أوقفنا نشاط هذا الهرمون عند سمك الزرد لم تستطع تجديد خلايا قلبها، مما يدعم فكرة أن الأوكسيتوسين أساسي في هذه العملية. أيضا وجدتم في الدراسة أنه تجديد القلب كان جزئيا فقط، ولكن يعني أعلنتم بأنه هذه الفوائد اللي تعود على المرضى قد تكون هائلة، كيف بالتحديد؟ We know that heart regeneration is a كلنا يعرف أن تجديد القلب عملية معقدة، وهناك خلايا عديدة بجانب التي عرفناها. لذلك الموضوع أكثر من مجرد دور يلعبه هرمون الأوكسيتوسين منفردا، بل هناك عوامل كثيرة تلعب دورا. وفي نهاية الأمر من المهم أن نوفر ما يحسن جودة حياة المرضى، وربما من غير المهم أن نركز فقط على تجديد القلب بشكل كامل. فتأمين ما يجدد جزءا ولو صغيرا جدا من الوظائف القلبية التي تم فقدانها بنسبة 5 إلى 10% كافية لتحسين حياة مرضى القلب. طب هل صحيح أنه هرمون الأوكسيتوسين ينتج طبيعيا في الجسم قصير العمر، وبالتالي بتكون هناك حاجة إلى أدوية أوكسيتوسين طويلة الأمد؟ Basically a protein or a sort of protein that is produced by the body. الأوكسيتوسين يعتبر مثل البروتين وتتحكم بإنتاجه آليات عديدة في الجسم، لذلك هو هرمون قصير العمر. وفي دراسات تجديد القلب سنحتاج إلى حلول طويلة الأمد. من هنا من المهم جدا أن نوفر أدوية تستطيع أن تحاكي تأثيرات الأوكسيتوسين وتعيش أكثر في الجسم، وهذا من الممكن أن يكون أكثر فعالية من الأوكسيتوسين نفسه. دكتور، طب ما هي الخطوات التالية بالنسبة للباحثين، خاصة بالنظر في تأثير أوكسيتوسين على البشر بعد إصابة القلب بالتحديد؟ هناك خطوات عديدة قادمة. بداية يجب أن نكمل دراسة تجديد القلب ونفهم كيف يعالج القلب نفسه بعد الإصابة، مما يحتاج إلى المزيد من الدراسات حول الأوكسيتوسين وعوامل أخرى، لأن السكتات القلبية هي القاتل الأول في عالمنا الحالي. إذن هي خطوة طبية كبيرة وغير معالجة بشكل كاف في الأبحاث الطبية، وعلينا تكملة الدراسات عنها. وبالنسبة للأوكسيتوسين يجب القيام بما يسبق التجارب السريرية حتى ندرك فعالية ونجاح هذه العلاجات، وننتقل بعدها إلى العلاجات السريرية ومن ثم إلى العيادات بعد 3 إلى 5 سنوات. نشكر مداخلتك معنا الدكتور آيتر أجيري، الأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة ولاية ميشيغان، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى منصات الحرة، ومع منصة أصوات مغاربية، حيث أعلن الناشط الحقوقي الجزائري البارز وطالب اللجوء في تونس زكي حناش أن الأمم المتحدة منحته صفة لاجئ، وذلك إثر دعوات إلى منع تسليمه لبلاده حيث يواجه سلسلة من التهم. وزكي حناش شخصية بارزة في الحراك الاحتجاجي الذي دفع في النهاية الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في العام 2019، ووصل بعد ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي متناولا نشطاء الحراك الذين تم اعتقالهم.
وبهذا وصلنا الآن لنهاية حلقة اليوم. إلى اللقاء. طبعا ما تنسوش تراسلونا بآرائكم على مواقع البرنامج. دمتم في رعاية الله. والسلام. يجب أن يكون تثقيف مجتمعي بالنسبة للطفل وللأجيال القادمة، لأن التخوف يزداد مع كل جيل. الأكلات اللي عم ناكلها مثلا مثل ما قلت تكون أكثر خضروات وفواكه وحبوب مثل الأرز وغيرها، والبقوليات الحمص والعدس، نرجع من زمان مثل أجدادنا، ونخفف اللحوم نروح أكثر للأسماك اللي هي تعتبر وسط، يعني حسب كمان كيف عم نهتم بالصيد يعني كيف عم ننتج هيدول الأشياء، يعني في زراعة أسماك وغيرها. يوجد عدم وضوح والضبابية في الكلام، فقط موضوع هو عبارة عن تقرير كلام صحفي كان في الجريدة تقول أنه كان خبر بيقول أنه كان في المجلس النواب في المجالس التي تكون قبل الجلسة العامة، كان حوار حول فرض ضريبة إضافية ما على صناع المحتوى. هذا الأمر أجده أنا غير واضح بتاتا.